مساء الخير. استكمالا لسلسلة أساسيات الطبخ واللي فيها بديك معلومات بسيطة على شكل فيديوهات قصيرة هتنفعك سواء انت كنت بتطبخ في البيت او انت لسه شاف مبتدئ. النهاردة الجزء الثاني من حلقة الباستا او المكرونة. والنهاردة احنا هنتكلم عن طريقة عمل الهوم ميد باستا، الباستا البيتي. قبل ما نشوف الباستا بتتعمل ازاي، ما تنساش تتفرج على الجزء الاولاني من الحلقة دي اللي فيه بوريك الفرق ما بين المكرونة اللي بتعمل في البيت والمكرونة اللي بنشتريها من السوبر ماركت، واللي كمان شفنا فيه ليه في مكرونة في السوبر ماركت بتبقى رخيصة وفي مكرونة غالية جدا وايه الفرق ما بينهم. اتفرج على الجزء ده هيفيدك جدا، هتلاقيني سايبولك في الكومنت وسايبولك كمان في الديسكريبشن. ويا ريت لو عجبك المحتوى بتاعنا تعمل لي لايك وشير. يلا بينا. الهوم ميد باستا ممكن تتعمل بطريقتين، اول طريقه اللي هي اليدوي عن طريق ايدك والنشابه، وتاني طريقه اللي هي عن استخدام المكنه. اللي ما عندوش مكنه ما فيش مشكله، انا هوريكم الطريقتين. بنجيب كوبايه دي يعني 240 ملي او 125 جرام ونحطهم كده، ونبتدي بايدينا نعمل حفره في النص متساويه، وكل كوبايه دي هتاخد عدد 2 بيضه وشويه ملح، ونبتدي واحدة واحدة نقلب البيض جوه بالشكل ده، وكل شوية ناخد ايه شوية دقيق ونكمل لحد كده ايه ما تبتدي تتماسك زي ما انتوا شايفين. ساعتها بقى ايه بنشيل الشوكة، نبتدي نجمعها لحد ما تلم كلها وتبقى كتلة واحدة. دلوقتي بقى بعد ما لمت كده هنبتدي بقى ايه نشيلها على جنب، ونجيب حاجة ننظف بيها الرخامة خالص من كل حاجات المكلكعة دي عشان ما تعملش كلاكيع في الباستا. ودلوقتي بقى هنرش شوية دقيق، نبتدي نعجنها لمدة 5 دقايق بالشكل ده. هنجيبها كده وكده، وبعدين نروح دايسين بايدينا كده ولفينها، وعاملين كده كده ودايسين بايدينا كده، وبعد كده لفها وهكذا لمدة 5 دقايق لحد ما نفعل الجلوتين اللي فيها وتبقى باينة معاك انها ناعمة. ودلوقتي بعد 5 دقايق عجن، طبعا كل ما هتحس انها بتلزق معاك ايه هترش شوية دقيق وعلى ايدك وتحتيها كده، وتبتدي ايه تكمل عجن. خلاص اهي زي ما انتوا شايفين بقت ناعمه، وادي الجلوتين اهو اتفعل بترد تاني. ابتدي بقى ايه تكورها كده وتسيبها ترتاح لمده نص ساعه عشان الجلوتين يرجع تاني يرتاح ونعرف نفردها بسهوله. لحد ما ترتاح هوريكم بقى ازاي نعمل نفس العجينه دي بس عن طريق الكبه، يسهل لك الموضوع شويه. يلا بينا. هي نفس الطريقه، هنحط كوبايه دقيق او 240 ملي او 125 جرام، وهنحط عليهم شويه ملح. بعد كده هنضرب الملح والدقيق مع بعض. بعد ما خلاص اتخلطوا مع بعض هنبتدي نشغل وننزل الخليط بتاعنا، والمره دي البيضتين هم اللي استخدمناهم، بس المره دي حطيت عليهم شويه سبانخ. السبانخ بتجيبها بتسلقها سلقه، بتعمل لها بلانشنج، بعد كده بتبردها بميه ساقعه عشان توقف سوا، وتنشفها كويس قوي وتعصرها بمنديل وتقطعها بالسكينه زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده تخلطها مع البيض عشان ندي لون اخضر وطبعا ندي قيمه غذائيه. بعدين نشغل ونبتدي نحط نص المكونات بتاعتنا واحده واحده بالشكل ده. هيبتدي منظرها يبقى زي ما انتم شايفين كده، عامل زي ايه الكسكسي كده حتت. لو في اي حاجه لازقه في الجناب هتنزلها، وهتشغل تاني تنزل النص التاني. لو حسيتها سايله كده ما تحاولش الشكل المرمل، هتبتدي تزود شويه دقيق وانت بتضرب كده. ده بقى الشكل الصح بتاعه، زي كده ايه حبيبات الرمله بس تكون كبيره شويه. ولو عايز تتاكد هتمسك شويه كده بايدك وتبتدي تقفلهم على بعض، لو لموا وعملوا عجينه يبقى هي كده مظبوطه. نبتدي بقى ايه ننزلها كده على الرخامه، وبرده ايه نحط في ايدينا كده شويه دقيق، نبتدي برده نعجنها لمده 5 دقايق بالطريقه اللي احنا قلناها، وبرده نسيبها ترتاح نص ساعه عشان الجلوتين يرتاح ونعرف نفردها بسهوله. دلوقتي بقى بعد ما ارتاحت نص ساعه هوريكم بقى طريقه ايه الفرد اليدوي لو ما عندكوش المكنه دي. بعدين تبتدي بقى ايه واحده واحده تفردها. دلوقتي بقى ايه بعد ما فردتها للسمك طبعا اللي انت عايزه، بص انا عملتها هنا ايه رفيعه خالص، بص دي بقى معاك خلاص عجينه الباستا. تقدر بقى تعمل منها رافيولي، تقدر تعمل كانيلوني، تقدر تعمل لازانيا، تقدر تعمل اللي انت عايزه. احنا النهارده هنعمل منها حاجه بسيطه، هنعمل فيتوتشيني اللي هي الايه مكرونه الشرايط. تبتدي بقى تحط شويه دقيق، تبتدي بس ايه انت عايز تسويها بحيث ان هي تبقى كلها ايه مستوى واحد. خليته خلاص مربع وتروح جاي تانيها كده، وكل جزء تتنيه تروح حاطط دقيق عشان مش عايزين اي حاجه ايه تلزق في بعض، وتقوم جاي تانيها كده ايه تحاول تخليهم بالنص، وبرده تحط دقيق، وبعد كده كل نص هتتنيه على بعضه كده. تبتدي بقى ايه تقطع برده بالرفع اللي انت عايزه، انا بحبها عريضه شويه اهو، ممكن برده تعملها بسكينه مش هتفرق. بعد كده ترش شويه دقيق تاني تحاول كده ايه تعفره،
وتبتدي بقى ايه، هي هتلاقيها بتفك من بعضها، وادي كده ايه بتجمعهم وتلفها بالمنظر ده، وكده يبقى جاهز معاك احلى هوم ميد باستا. تعالوا بقى نوريكم الطريقه اللي بالمكنه عشان اللي عنده مكنه او عايز يشتري مكنه. وادي هي بعد ما ارتاحت نص ساعه هنبتدي بقى ايه نحط عليها شويه دقيق، ونحط كده في المكنه شويه دقيق، ونعمل المكنه على اوسع حاجه، ونبتدي كده بايدينا ايه نفردها، وبعد ما نفردها نقسمها كده بالنص، هنبتدي بقى ايه نحطها كده، وبعدين نروح قافلينها كده ونحطها تاني ونقفلها، وهنكرر الحركة دي 10 مرات على اوسع حاجة. كده تقريبا عملناها خلاص 10 مرات. بص عشان برضو تتأكد ان هي تمام هتحطها، لازم اخر حتة دي تسمع صوت تك تكة. اسمع، سمعت صوت التكة دي؟ يبقى هي كده ايه تمام. بعد كده تعمل على الاضيق مرة، بعد كده الضيق كمان، وكل واحدة اضيق تعملها مرة لحد ما تعمل معاك السمك اللي انت عايزه. بص بقى الرفعه قد ايه، ايديا ايه بتبان اهي من وراها. ودلوقتي اهو بقى ايه بنقطعها، شايفين بقى الجمال واللون اهو. وادي بقى عشان تسلق مكرونه ميه تكون بتغلي جامد جدا وتحط ملح كتير، لازم يبقى طعمها زي طعم ميه البحر. تنزل بالمكرونه بتاعتنا دلوقتي خلاص، فانت يا دوبك 5 دقايق ما خدتش سوا كتير، ودقتها لقيتها تمام. كل اللي هنعمله هنصفيها من الميه بس، مش هنغسلها ولا نحط عليها اي حاجه. ادي اهو بعد ما صفيناها، طبعا لو عايزين بقى ايه نحط اي صوص انت عايزينه، طماطم، ريد صوص، وايت صوص، اي حاجه. انا هنا عامل لها وايت صوص بالجبنه كده، وتديها تقليبتين. ودلوقتي بقى ايه هنرصها في الطبق. طبعا لو في جبنه بارميجان تبقى تحفه. انا بقى هنا هكتفي برشه فلفل اسود كده وشويه زيتون اخضر مخلل، والف هنا وشفا، وندوق بقى. يلا بسم الله.